جونجان؟ جونجان؟ أنت شو عم تساوي هون؟ احكي جونجان، أنت شو عم تساوي هون؟ يعني كتير طبيعي نام، لأني سهرت معك. هلأ نحن صرنا زوجين بالمعنى الحقيقي. يو شو؟ اسمعي جونجان، استني شوي. حماتي، أنا ويوغ مبارح صرنا واحد. عن جد؟ مبارح صار ابنك إلي لحالي حماتي. عرفتي ليش حبستك بغرفتك مبارح؟ لأنه مبارح كان يوغ مع جونجان وما بدي حدا يزعجهم. إذا حاولتي تاخدي ابني مني ومن دون إرادتي، طبيعي اتصرف معك بهالقسوة هي كهاني. أنا داء خلقي من العياط والحكي البلا طعمة، وتصرفت بطريقتي. صرنا أنا ويوغ زوجين عن جد. يوغ لإلي، ولازم تعترفي بهاد الشي. يوغ هلأ صار بس إلي أنا. سمعتي شو قالت؟ أكيد أنت عرفتي هلأ إنه ما ضل إلك مكان بهالبيت. لهيك ضبي غراضك وروحي، وحاج مشاكل وجع راس، خلينا نخلص كل شي على رواق. راني روحي واشتري حليب. إيه لا تطولي. حاضر أختي. شو كهاني؟ ما عم تردي من الصدمة؟ عم تبتسمي وتحاولي تبيني هادية؟ لا أنا ما انصدمت، بس ما بعرف كيف نسيتي أنتي وجونجان شغلة مهمة. يعني صح أنتو طول الوقت عم تحكوا علي، ويبدو أني أخذ حيز من تفكيركن وشغلتكن كتير، وعم تحكوا علي وعلى حياتي بالعاطل من أول ما أجيت. بس أنتو كيف بتنسوا أني عشت مع الرقاصات من صغري؟ وما بيهمني هذا الحكي. أنا ما استخدمت معك هاي الأساليب، بس هذا ما بيعني أبداً أنه رح تمرق علي. وأنا حذرت يوغ قبل بوقت وهو اقتنع بحكي. إيه صح جونجان، ما شربت الكاسة اللي جبتي لي إياها، كنت بعرف كل شيء. ما خطر لي أبداً إنه تكون بحياتنا هيك ليلي يوغ. صار يلي قلتي لي إياه يا كهاني، لهيك ما مرقت علي القصة، ما مشيت الخطة تبعك. معنى هذا الحكي إنه يلي صار بيننا مبارح كان بوعيك وكان بإرادتك. جونجان قولي يلي بدك إياه. بدي أقول للكل يلي صار، وأكيد الناس رح يصدقوني لإلي. بدك تروحي تقولي للناس هذا الحكي؟ هاي الطريقة اللي رح تخليك تكون ملكي. ماشي، ما تركت لي غير هذا الخيار، وأنا ما بستسلم بسهولة. استني، في دليل على حكيك؟ بلا دليل ما حدا رح يصدق. أنا عندي دليل يثبت كل الحكي تبعي. والدليل هون. فيك تشوفي كل اللي صار مبارح. يوك جونجان، إذا بتريدي. ليش شوفي؟ أنا عن جد كتير تعبان، بدي نام وارتاح شوي. بس يوك. لا جونجان، أنا ماني قدران،
وراسي عم يوجعني، بدي نام، تركيني. هلا هيك يوك، تركيني جونجان. قال تعبان، مين رح يعرف شو صار بالحقيقة؟ إذا أنا قلت لهم أنه عملنا علاقة أكيد رح يصدقوني. هلا هيك بالأخير عم تبتزيني يا جونجا؟ لك أنا عم أعمل هيك لأني بعشقك يوك، بس يبدو أنت ما بدك يعني. انكسر تليفونك هديك المرة، وهلأ أنا انكسر تليفوني. اسمع منيح شو بدي قلك يوك، أنا ما فيني اشترك فيك مع غيري مين ما كانت، لا هلأ ولا بعدين ولا بكل حياتي، عم تفهم؟ ما في داعي تحكي هيك، نحن الاثنين هلأ زوج وزوجة ورح نكفي حياتنا سوا، وكمان أنا بدي ضل شوف وشي بعيونك الحلوين كل عمري، وقلبك بدي أقعد وأتبق فيه مثل المستأجرين الغلاظ، فهمتي علي؟ نحن تزوجنا ما غلطنا، ليش لازم نخفي زواجنا ومثل كأنه عم نعمل شي غلط؟ بدي أحكي للكل، ما عاد بدي خبي. اسمعيني شوي، من أنا وصغير كل ما صارت معي مشكلة وما كنت قادر لاقي لها حل كنت روح لعند أمي وأحكي لها إياها فورا، وهي كانت تحلها على السريع، وهلأ صار الوقت لحتى أحكي لأمي لتحل هالمشكلة. هلأ أنا مشكلتك؟ عن جد أنا زعلت منك. امشي. ماما، انتي بتعرفي انه انا ما بحب خبي شي عليكي ابدا، لهيك رح احكي كل يلي صاير معنا، انا وكهاني منحب بعضنا يا امي، نحن تزوجنا بالسر عن الكل، هي كانت خياري. حماتي انا بعرف انه ما بدك يعني، بس أنا عن جد بعتبرك مثل أمي وبدي تعطيني فرصة لحتى خليكي تغيري رأيك فيني. شو توجعت؟ أنا توجعت هيك من جواتي. أنت تخليت عن جونجان من فترة طويلة ورحت اخترت هاي الرقاصة وتزوجتها وبعدين عملت طقوس الزواج وهلأ جاي تقلي؟ أنا هاي الفترة كنت عم بستنى لأعرف قديش ابني رح يضل مخبي عني الحقيقة، وتفاجأت قديش طلعت كذاب ومحتال، لأنه أنا كنت بعرف من قبل كل يلي صار معك. ما كان بدي خبي عليكي، أنا اضطريت، ما كان عندي خيار، لأني كنت بعرف شو رأيك وأنك رح تعارضيني وما رح تخليني أعمل اللي بدي إياه. لا
لأني يا أمي أنا بحبها لكاهاني، وكمان ما بدي أتخلى عنها أبداً، وما حدا رح يقدر يفرقني عنها. أنا عم بحكي مع ابني هلأ لهيك بعدي عنه، يعني يا يوغ مشان الرقاصة بدك تخلي أمك تغضب عليك؟ نسيت الوجع يلي حسيت فيه بسببها ورح تتزوجتها بل حتى ما تقلي وتاخد رأيي؟ إذا الرجال غلط ما بينام وما حدا بيحكي معه، هيك كل الناس بتفكر إنه الحق دايماً على المرأة. أنا لامتني الناس لأنه زوجي تركني. وهلأ رح يلوموني لأني ما عرفت ربي. وأنا يلي مزعلني بالقصة إنك ما فكرت فيني أبداً ولا شلت لي أي اعتبار، وأنا ما بستاهل هالشي. أنت بعدي خلص كهاني، هذا الحديث بيني أنا وأمي، أنت لا تتدخلي. كملي أمي احكي، يلا قولي كل شي اليوم، لا تخلي أي شي. روناك جاب السمعة السيئة على العيلة من ورا التصرفات يلي بيضل يعملها، وانت مثله عم تتصرف بولدني وأنانية مع أني كنت مفكرتك رح تكون سندي. حطمت ثقتي فيك وخليتني حس بخيبة الأمل، وكذبت علي وتزوجت وعملت عرس بلا ما تقلي. يا خسارة، يا خسارة كل تعبي فيك يا ابني، يا خسارة على كل الليالي يلي سهرتها جنبك وانت مرضان بلا حتى ما قادر نام من خوفي. الحقيقة يا أمي، انت أكتر إنسان بحبها على وش هي الأرض، وضحكتك سعادتي، بس أنا حقي اختار شريكة حياتي. لو إنك واثق من تصرفك ليش لا تعمل عرس بالسر وتخبي القصة عني؟ انت خجلان من خيارك. ليش شبهة جونجان؟ مو بنت عائلة محترمة وبتناسبك؟ بس شو بدي أعمل؟ رح تطلع لأبوك ما تفاجأت فيك. تركت المحترمة وركضت ورا رقاصة مثله. وهلأ جاوبني يا يوك، يلي عملته رح يخليك ترفع راسك بين الناس؟ فيك تقول تزوجت رقاصة؟ فيك تفتخر بمرتك وأصلا؟ وإذا أجاك ولد منها فيك تقول له أمه شو كانت تشتغل قبل ما تاخدها؟ بترجاك يا ابني لا تكسر لي قلبي. خلص ارجع لعقلك واتركها لكهاني إذا كان لسه لرأيي أي قيمة عندك، وإلا رح ضل زعلانة. يعني أنا كمان بضل أم، ومن حقي على الأقل أحكي رأيي. لا تعيد يلي عمله أبوك وتقهرني وترجع تكسرني. هي المرة اللي قرر أبي يتركنا من شانها، يمكن صح هي بتشترك مع مرتي كهاني بصفة وحدة، وهي طبيعة شغلها. بس كمان يا أمي، مو ضروري يكونوا بيشبهوا بعضهم، وكهاني إنسانة كتير منيحة. صدقيني، وإذا هديك المرأة قهرتك شو ذنب كهاني؟ هي ما غلطت معك. مجرد دفاعك عنا ضايقني. أنت مصر تبقى على غلطتك ما؟ قلت لك أنا بحبها يا أمي، والحب بحياته ما كان غلط. ماني ندمان إني تزوجتها. صدقيني، أنت مع الوقت رح تتقبليها. مستحيل يوك، أنت من كل عقلك مفكر إني رح أتقبلها إذا فرضت علي؟
ليش بقى أمي؟ يلي عمله أبي معك أكيد مانو مقياس، لأنه بابا تركك وتركنا وراح وفكر بأنانية وقهرنا كلنا، تخلى عنا وما فكر بحدا، وأنا أكيد ما رح أتخلى عنك يا أمي لأنك أنت ملجأي بهي الدنيا. أبي تزوجك وبعدين تركك وراح، وأنا بوعدك بحياتي ما رح أتركك، ومع أني اخترت بنت ما بدك إياها أبداً بس رح أعمل كل جهدي لتتقبليها بحياتك. هذا الحكي ما رح يصير، أكيد لا، لكون معك لازم تتركها. أنا مستعد شيل قلبي من صدري وأعطيك إياه، بس رح ضل معك أهاني. خلص أمي، هذا هو خياري، أنا رايح لحتى أخبر الكل فيه. امشي. استنى يوب. أنا ما رح أقدر أتقبل قرارك بالمرة، بس لهلأ لسه عم بعطيك خيارات تانية. عم تقلي إنك ما فيك تبعد عن كهاني، إذا هيك لكان خدا وروح من هون، لأنك أنت ومعه ما رح تقدر تعيش معي أبداً. رح زوج جونجان من شخص تاني غيرك وأعطيها كل الورثة تبعك حتى تتصرف فيها، هاد إذا بقيت مصر تضل مع كهاني وأنا بتنساني وقتها. يا أمي، باللحظة يلي بيتسكروا فيها الأبواب وراك وأنت طالع، تأكد رح تتسكر بوشك أبواب قلبي لآخر حياتي، وما عاد رح أعطيك فرصة تحكي معي. أنا عشت بلا أبوك، لهيك بقدر عيش بلا ابني عادي يلي ما بيشيل لي اعتبار ما بدي اياه. انت قلت لي انه فيك تشيل قلبك من صدرك وتعطيني اياه، بس ما رح تتركها هاني. لكن روح، خلي قلبك معك وخليها تنفعك، واذا ضليت معند عليها لا انت ابني ولا بعرفك. أمي لا تحكي هيك، هادي اللي سمعته مو مزح. إذا اخترتها هي بدك تنسى عيلتك وتاخدها وتعيش بعيد عن هون، وإذا مانك مصدق هاد الكلام رح تتفاجأ قديش قلبي رح يقسى عليه. أنا ما عاد أعتب ولا رح تعنيلي إذا اخترت كهاني، وأنا بس أفقد ابني ممكن فكر انتحر وأخلص من هالدنيا بعد ما خسرت كل شيء، لأنه الحياة يلي بتقهرني لهالدرجة خلص ما عاد بدي إياها. أنت لازم تفكر وتعرف تختار، في معك مهلة لبكرة، قرر شو بدك ولا تنسى تخبرني. لسا ما جهزت الشاي يا دولي؟ هلا بجهزه فورا يا ستي. وحطي فيه شوية يانسون لأنه حلقي عم يوجعني. يلا. حاضر. اختي روناك ما رجع؟ رح يرجع وقت هو بده يرجع دولي. بيقولوا الكلمة الحلوة بتطلع الحية من وكرة، وانتي هلا حامل بنتي، يعني قولي كلام حلو لزوجك، ليش بتضلي تخانقي؟ جونجان الفطور جاهز وفيه الأكلات اللي بتحبيها.
جونجان، يلا نفطر سوا. إنك توقفي أكل مو حل يا حبيبتي. امشي يلا. كهاني، كنتي تطعميني من الفطور اللي بتعمليه بمطبخك على طول. اليوم صار دوري. حماتي ما بترضى. عم تصير كتير قصص بهالبيت ما بيتمنى كتار فينا تصير، بس أنا قررت من هلأ أعمل كل الشغلات اللي بدي إياها. بس دولي. نعم قلي. هاتي أعطيني الشاي. ما في داعي، أنا رح ودي. أعملي واحد غيره رجاءً. هاتي روحي. خدي كهاني يلا، أنا معك، لا تخافي من شي. يلا. كهاني يلا ضيفيون الشاي. شو عم بيصير حماتي؟ بالأول هي اللي كانت ترقص، وهلأ شايفي يوك عم يرقص على أنغامي. إذا السؤال عني يا ريت توجهي لإلي. كل اللي عم يصير هلأ لأنه كهاني ما بتكذب مثل بعض الناس الموجودين هون، وما بتتآمر على حدا. إيه خدي اشربي الشاي. ضيفي الشاي للكل. حماتي الشاي. جونجان، هنن الاثنين اجوا لهون، لهيك ما رح نشرب شاي على السفرة، رح نروح لهنيك. روحي حطي شاي على النار، رح نشربه بغرفتي. رح روح وساعد دولي بتنشيف التياب. حلو، هاي تبادلنا المواقع هلأ، بس حدود التقسيم ما رح تنمحى أبدا. من وقت اللي اجيتي حرمتينا كلياتنا ناكل ونشرب بهنا. لك كل يوم بدك تعملي مشاكل؟ يلا امشوا يا بنات. خلص لا تزعلي، بيقولوا كسر الفناجين فالخير. ما بتعرفي بجوز يجي يوم وينكسر عنادهم ورح نكسره نحن الاثنين. بتشوفي رح يقبلونا كلياتهم بسعادة شي يوم. تسمي دولي. أمي اسمعيني شوي رجاء. أنتي قوتي يا أمي، وأنا محتاج قوتي مشان أقدر واجه العالم بشجاعة. الله يخليكي، حاولي تفهميني. كهاني بنت كتير منيحة، وهي نفس الكنة اللي رسمتيها بذهنك لإلي. أمي البنت اللي اخترتها كانت حسب ذوقك بالضبط. أمي أنا من هلأ رح بلش حياة جديدة،
ويلي رح تكون مبنية على أساس غلط. بلاكي وبلا بركاتك. لا تضلي ساكتي هيك، قولي أي شيء. دولي ليك لما تتوسخ الأرضية ساعتها الشغلات النظيفة اللي بتوقع عليها رح تتوسخ. نعم مدام. رجعت توسخت التياب دولي، اغسليهم كلهم واتركيهم لينشفوا. كل ما تقرب المسافة بيني وبينيوك كل ما رح يزيد بعده عن أمه أكتر. بعدين رح يتحقق كلام حماتي، وهيك ما رح يكون في فرق بيني وبين الرقاصة سوريا. لا، هي دخلت على حياة عمي وكانت سبب بهدم هذا البيت، وأنا عم أعمل مثله. رح أهدم هالبيت من جديد. لا، لازم حاكي يوقي بسرعة عن هالموضوع. مضطرة أحكي معه. اسمع، بدي أحكي معك شوي. بعدين كهاني، منحكي بوقت تاني. الموضوع كتير ضروري. مو هلأ، رجاءً. بعرف إنك مزعوج من اللي صار، بس بدي إياك تسمعني بس لمرة. ممكن نلاقي حل مشكلتك بكلامي. بعرف اللي بدك تقولي يا كهاني، بس بدي تعطيني شوية وقت. ورجاء تركيني لحالي بس شوي. بعرف إنه يلي ناوية أعمله هلأ رح تعصب منه كتير، ويمكن تزعل مني كمان. بس هلأ هذا الصواب. إذا بعدت عنك وعن هذا البيت رح يكون هالشي أكيد لمصلحة الكل. بحبك.
بحبك كتير ورح اشتاق لك يا يو. وسواء أن كنت عايشة معك أو بعيدة رح ضل حبك دائما، رح ضل حبك. كهاني، أنا لازم روح من هون يا يوغ، هذا الشيء أحسن للكل. للكل ما؟ ولإلي كمان؟ شو كهاني؟ تعرفي؟ كل الوقت عم فكر بالقرار يلي لازم آخده، واكتشفت إنه المفروض أنا وإنتي اتنيناتنا نطلع فوراً برات هذا البيت ونبعد. أبداً، مو صح انك تترك امك، ما بتقدر تتركها وتروح هيك. ليش يعني اللي عملته امي صح؟ هددتني انه بدها تنتحر وطلبت مني انه ضحي بحب حياتي واتركك، هذا كان صح؟ انا بعرف امي كتير منيح، اذا ضلينا هون اكيد رح تعمل اللي قالته. ممكن نشوف امي حزينه يا كهاني، بس ما بقدر شوفها هي عم تاذي حالها. رح يكون أفضل إلنا نطلع من هون هلا. كهاني، أمي قالت لي مرة الرجال الحقيقي بهالدنيا هو اللي بيحترمها للمرأة وبيصونها كمان. رح صون كرامة أمي، بس رح حارب أي حدا من شانك أنتي يا كهاني. أنا ابنة لأمي، بس زوجك أنتي كمان، ورح أقوم بواجبي تجاهكم. للأسف أبي ما قدر أمي طول ما هو معها، هو حطم لك كل أحلامها، بس أنا رح أعمل أي شي كرمال كرامتك يا كهاني. رح أثبت لك أني ابن أمي صح، مو ابن أبي، والابن يلي رح يجيب الفخر لأمه. رح تشوفي أمي رح تجي وتدور علينا ورح ترجعنا لهون مرة تانية. هي معصبة منا شوي هلا، بس متأكد رح تفهمنا، وأكيد رح تفهم حبنا لبعض. الشي الصح هو إنه نطلع سوا من البيت. امشي. حاضر. أبو ليوك تركني بيوم من الأيام وراح لعند وحدة غيري، ما بعرف ليش حاسة بنفس الشعور، خايفة كتير إنه تصير شي مصيبة ما أتحملها. شو صار؟
وينك يوغ؟ يوغ وينك؟ يا ترى لوين رح صهري؟ يوغ وينك؟ يوغ وينك؟ صهري رد علي يوغ. وليش عم بتعيطي وتصرخي بهالطريقة هي؟ يا يوغ شو عم بصير معك؟ ليش كل هالعياط؟ وليش عم بتنادي هيك ليوغ؟ وين يوغ؟ لك شو هدول؟ وين رايحين بهدول الشناتي؟ يا يوغ وينك يوغ؟ يوغ وينك؟ وين راح؟ يوغ وينك؟ راني شو عم بيصير؟ يوغ وينه؟ قولي لوين راح؟ لو منعرف وين راح واختفى فجأة ما كنا عم ندور عليه ونعيط. هلأ كان هون من شوي وفجأة راح واختفى. كيف يعني فجأة؟ ليش يا راني؟ انتو وين كنتوا رايحين؟ كانوا راح يطلعوا من البيت. مو معقول ابدا، هدول التياب عن جد ليوغ. معناتها يوغ كان عم بفكر يروح معهم برات البيت كمان. حماتي خلينا بالاول نعرف وين اختفى يوغ ورح نفهم منه اذا كان رايح معهم ولا لا. وينك يوغ؟ وينك يوغ؟ ما شفته أبداً أختي، دورت عليه بكل مكان ما له أثر. إذا تمثيليتك انتهت، يلا قولي لوين راح يوغ. هي مانا تمثيلية، عن جد ما بعرف وين يوغ وما بعرف وين مكانه هلأ. مو كنتوا تاركين البيت أنتي وياه؟ كنتي تاركي البيت مع يوغ يا كهاني؟ مظبوط هالحكي؟ هادي اللي سمعته مو مزح. إذا اخترتها هي بدك تنسى عائلتك وتاخدها وتعيش بعيد عن هون. كهاني ردي علينا، عن جد كنتوا تاركين البيت؟ لوين كنتوا رايحين انت وياه؟ بصراحة أنا ويوغ تزوجنا بالسر بلا ما حدا يعرف. ما حدا منكم كان رح يتقبل علاقتنا، لهيك كنا رح نترك البيت ونروح. لا بالكلب بضل أعوج لو حطوه بمئة قالب. وانتو ليش واقفين عم تطلعوا فيها بهالطريقة؟ شبك إذا بننخزك بالإبرة ما بيطلع منك نقطة دم وحدة. طولي بالك شو صار لك؟ رح تطلع كذبة جديدة. هيك العمرة بتشتغل رقاصة، يعني ثلاث أرباع كلامها كذب، وعم تستغل غياب يوغ مو أكتر من هيك. صدقوني لك أنا بعرف كل حيالها. ستي معها حق بحكيها، هي التمثيلية ما رح تفيدك. يلا قولي وين يوغ وإلا نحن. قلتلكن جوهي ما بعرف وينه. سكتي وينك؟ وحدة مثلك ومستواكي ما بحق إلا ترفع صوتها بوشنا، فهمانة؟ أكيد أنت اللي خطفتي ليوغ. شو اللي عم تقولي يا ستي؟ ليش أنا لحتى أخطف يوغ؟ إذا بدك تشكي بحدا شكي باللي فكر بهالقصص وعمل هيك من قبل، مثل أخي روناك. عموماً هو مانه هون، من السهل عليه كتير إنه يخطط ليخطف أخوه، بس أنا مستحيل لأنه أنا. ما حدا بيخطف حدا بدون ما يكون عنده الدافع، وإنتي يا حماتي عندك السبب الكبير لتخطفي ابنك يوغ وتخبيه. عن جد؟ خلينا نسمع منك السبب. انتي اكتر حدا ما بدو نكون انا ويوغ سوا. شفتي اخر فترة علاقتك فيه بلشت تتراجع، لهيك فكرتي انه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.